خلال الاحتفال بالعام الهجري الجديد أكد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الإنسان الذي يحب دينه عليه أن يدرك أن العمل بدين الله عطاء، مدللا على ذلك بحادثة الهجرة النبوية الشريفة التي أبرزت عطاء الفقراء من المهاجرين الذين خرجوا ابتغاء لمرضات الله. جاء ذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. لنا وقفتان سريعتان، الأولى في قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ذكره القرآن الكريم، والقرآن الكريم على لسانه صلى الله عليه وسلم عندما قال الصديق: يا رسول الله، لو نزع أحدهم تحت قدميه لرآنا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما عبر القرآن الكريم عنه: لا تحزن إن الله معنا. أما الوقفة الأخيرة هي أن التدين الحقيقي، الإنسان الذي يعني يحب دينه أو يزعم أنه يحب دينه أو يعني عليه أن يدرك أن العمل لدين الله عطاء. التدين الحقيقي عطاء وليس تكسبا بالدين.